سفر العدد إصحاح 35 من عدد 1 صفحة 274. ثم كلم الرب موسى في عربات مؤاب على أردن أريحة قائلا: أوصي بني إسرائيل أن يعطوا اللاويين من نصيب ملكهم مدنا للسكن ومسارح للمدن حواليها تعطونا للاويين، فتكون المدن لهم للسكن ومسارحها تكون لبهائمهم وأموالهم ولسائر حيواناتهم، ومسارح المدن التي تعطون للاويين تكون من سور المدينة إلى جهة الخارج 1000 ذراع حواليها، فتقيسون من خارج المدينة جانب الشرق 2000 ذراع وجانب الجنوب 2000 ذراع وجانب الغرب 2000 ذراع وجانب الشمال 2000 ذراع، وتكون المدينة في الوسط. هذه تكون لهم مسارح المدن، والمدن التي تعطون اللاويين تكون 6 منها مدن للملجأ تعطونها لكي يهرب إليها القاتل، وفوقها تعطون 42 مدينة. جميع المدن التي تعطون اللاويين 48 مدينة مع مسارحها، والمدن التي تعطون من ملك بني إسرائيل من الكثير تكثرون ومن القليل تقللون، كل واحد حسب نصيبه الذي ملكه الذي ملكه يعطي من مدنه للاويين. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان، فتعينون لأنفسكم مدنا تكون مدن ملجأ لكم ليهرب إليها القاتل الذي قتل نفسا سهوا، فتكون لكم من مدن الملجأ من الولي لكي لا يموت القاتل حتى يقف أمام الجماعة للقضاء. والمدن التي تعطون تكون 6 مدن ملجأ لكم، 3 من المدن تعطون في عبر الأردن، و3 من المدن تعطون في أرض كنعان. مدن ملجأ تكون لبني إسرائيل وللغريب وللمستوطن في وسطهم، تكون هذه 6 المدن للملجأ لكي يهرب إليها كل من قتل نفسا سهوا. إن ضربه بأداة حديد فمات فهو قاتل، إن القاتل يقتل، وإن ضربه بحجر يد مما يقتل به فمات فهو قاتل، إن القاتل يقتل، أو ضربه بأداة يد من خشب مما يقتل به فهو قاتل، إن القاتل يقتل. ولي الدم يقتل القاتل حين يصادفه يقتله، وإن دفعه ببغضة أو ألقى عليه شيئا بتعمد فمات، أو ضربه بيده بعداوة فمات فإنه يقتل الضارب لأنه قاتل، ولي الدم يقتل القاتل حين يصادفه. ولكن إن دفعه بغتة بلا عداوة أو ألقى عليه أداة ما بلا تعمد أو حجرا ما مما يقتل به بلا رؤية أسقطه عليه فمات وهو ليس عدوا له ولا طالبا أذيته. تقضي الجماعة بين القاتل وبين ولي الدم حسب هذه الأحكام، وتنقذ الجماعة القاتل من يد ولي الدم، وترده الجماعة إلى مدينة ملجأه التي هرب إليها، فيقيم هناك إلى موت الكاهن العظيم الذي مسح بالدهن المقدس. ولكن إن خرج القاتل من حدود مدينة ملجأه التي هرب إليها ووجده ولي الدم خارج حدود مدينته ملجأه وقتل ولي الدم القاتل فليس له دم،
لأنه في مدينة ملجأه يقيم إلى موت الكاهن العظيم، وأما بعد موت الكاهن العظيم فيرجع القاتل إلى أرض مكانه، إلى أرض ملكه. فتكون هذه لكم فريضة حكم إلى أجيالكم في جميع مساكنكم. كل من قتل نفسا فعلى فم شهود يقتل القاتل، وشاهد واحد لا يشهد على نفس للموت. لا تأخذوا فدية عن نفس القاتل المذنب للموت بل أنه يقتل، ولا تأخذوا فدية ليهرب إلى مدينة ملجأه فيرجع ويسكن في الأرض بعد موت الكاهن. لا تدنسوا الأرض التي أنتم فيها، لأن الدم يدنس الأرض، وعن الأرض لا يكثر لأجل الدم الذي سفك فيها إلا بدم سافكه. ولا تنجسوا الأرض التي أنتم مقيمون فيها، التي أنا ساكن في وسطها، إني أنا الرب ساكن في وسط بني إسرائيل، مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرة اللي فاتت وصلنا إلى حد الناس اللي هيشتركوا في القرعة اللي ربنا قال لهم بواسطتها تقسموا الأرض بينكم وتمتلكوا تلك الأرض، وشفنا الأسامي أو معاني الأسامي الجميلة اللي تقدر تساعدنا ان احنا ناخد نصيبنا في قرعة الملكوت وفي تملك الارض. لكن كان الملاحظ انه اختير من كل سبت واحد يمثل في القرعة دهية الا سبت اللاويين. سبت اللاويين لما نرجع نقرا الاسامي اللي في الصحة 34 ما نلاقيهولوش ذكر، لان سبت اللاويين اصلا مش هيورث او مش هياخد ارض، لان في الاول خالص ربنا قال لهم انا هو ايه نصيبكم وانا هو ميراثكم، انتم ملكوش نصيب في وسط الايه الارض، انا نصيبكم. لكن ان كان ملهمش نصيب في القرعة اللي اتعملت، وان كان ربنا هو نصيبهم، فربنا اتكلم كأنه ضامن ليهم ان هم مش هيسيبهم كده، لا ده هيديهم، هيعيشوا منين وياكلوا منين. فربنا امر جماعة اسرائيل ان كل الاسباط تقدم من نصيبها، يعني بعد ما ربنا هيدي كل واحد من خلال القرعة نصيبه لكل سبط من الاسباط الحداشر، يوم كل سبط يطلع ارض من ارضه او جزء من ارض ميراثه ويرجعها لربنا، بالرغم ان الارض اصلا ربنا هو اللي مديها لهم. لكن ربنا قال ترجعوني بارادتكم جزء من الارض دهية، علشان الارض دي تبقى نصيب للاويين اللي هم تبعي اللي هم بيخدموني. وكأن الآية فعلا اللي قالها منك الجميع ومن يدك ايه اعطيناك، ده ربنا هو اللي مديهم الارض كلها. طب ما كنت تشيل حتة للاويين من الاول؟ قال لا، كل سبط من الاسباط اذا شعر بعطيتي لي فعليه ان هو يديني جزء من الارض دي باختياره، لان ربنا ما بينساش الانسان اللي بيخدمه، ربنا بيهتم بخدامه ويدبر احتياجاتهم. وفي نفس الوقت بيقول لكل انسان انا بعد ما اديتك ما تنساش حقي، ما تنساش حق ربنا. اذا كان ربنا اداك علم او اداك تفوق او اداك اسره او اداك فلوس او اداك اي شيء، بيقول لك ما تنساش حقي، ما تنساش ان انا اللي اديتك ده كله فعليك انك ترد لي جزء منه. منك الجميع ومن يدك اعطيناك، كل حاجه خدناها منك وبناخد من ايدك يا رب وبنرجع لك اعترافا منا بفضلك وبعطيتك.
عشان كده ربنا قال لموسى، كلم بني اسرائيل ان بعد ما كل واحد ياخد ميراثه ونصيبه يدوا مدن للاويين يسكنوا فيها. وحدد ربنا مساحة الارض، ان مش بس مدن مدينة يسكنوا فيها، لا وقطعة ارض اضافية حواليها سمها مسارحها علشان يرعوا فيها الغنم ايه بتوعهم. 1000 ذراع من كل ناحية من النواحي، وفي حدود 2000 تانية عشان محدش يقول لهم انتوا اعتديتوا على المناطق بتاعتنا. فربنا اهتم بتفصيل جدا بميراث اللاويين اللي هيبقى تبعه هو. لكن اللطيف في عدد المدن اللي ربنا حددها للاويين، كانت كم مدينة؟ 48 ايه مدينة. 48 مدينة دول نصيب اللاويين، وال 48 مدينة دول متوزعين على كل أطباق إسرائيل. اللي خد حتة أرض كتيرة يكتر يدي مدن أكتر، اللي خد حتة قليلة يدي مدن أقل للإيه؟ للاويين. وبصوا للمنظر، إن كل واحد مثلا 6 يهوذا خد حتة الأرض دهية وادى الجزء ده للاويين، 6 مناسة خد الحته دي وادى جزء للاويين، بحيث ان الكل يضمن ربنا بكده ان اللاويين يبقوا متوزعين على الايه؟ على 12 سبط. كل سبط من الاسباط او على 12 سبط، باعتبار ان يوسف ولاده منسى وافرايم يعتبروا ايه؟ سبطين، بحيث ان اللاويين يبقوا موجودين متوزعين على الاسباط كلها، ما يبقوش اللاويين متمركزين في حتة، لا ده اللاويين يبقوا متوزعين على كل مساحة ارض الموعد. اصل اللاويين ليهم دور، دورهم ايه؟ يعلنوا حضور الله في وسط ايه؟ شعبه، عن طريق خدمتهم، عن طريق التعليم بتاعهم للناس. فكان ربنا في رعايته الحلوة لشعبه خلى اللاويين متوزعين ومتبعترين في وسط الأسباط، عشان اللاويين دول وظيفتهم ان هم يعلنوا حضور الله ويعلموا الشعب معرفة ربنا واختبار ربنا، سواء عن طريق الشريعة او عن طريق تقديم الذبائح يعلموهم بالتفصيل. فكان في 48 مدينة خاصة باللاويين والكهنة متوزعين على الأسباط كلها. لكن ال 48 مدينة دول اتقسموا حاجتين برضك. اتقسموا ايه؟ 42 مدينة للسكن، و6 مدن سموها مدن الملجأ. 42 مدينة للسكن اللاويين دول يعيشوا فيها، و6 مدن للملجأ يهرب إليها القاتل اللي عليه حكم الموت، قاتل النفس سهوا. وكأن كل سبط، لما نقسم 48 على 12 كل سبط يقدم كم مدينة؟ 4 مدن، 4 مدن لسكن اللاويين، وكل سبطين يقدموا ما بينهم مدينة ايه؟ ملجأ. رقم 42 ده اتكلمنا عليه قبل كده. 42 ده يشير الى ايه باستمرار؟ الاجيال ما بين ابراهيم الى المسيح. وابراهيم ده ممثل شعب الله، لانه منه خرج شعب اسرائيل. وكأن اللاويين دول في رقم المدن اللي هيسكنوها هم الوسطة اللي هيعلنوا من خلالها عن مجيء المسيح لكل انسان. وهنشوف مجيء المسيح ده بيعمل ايه او اهميته ايه. ال6 مدن رقم 6 تملي يختص في الكتاب المقدس بايه؟ يشير رقم 6 لايه؟ لا ده 7 هي رقم الكمال، 6 ايام غربتنا لحد ما نوصل الى الراحة، لكن رقم 6 باستمرار يشير الى الانسان، لان الانسان خلق في اليوم الايه؟ السادس.
وحتى في سفر الرؤيا لما اتكلم عن اسم النبي الكذاب قال ان رقمه 666، ثلاث ستات جنب بعض. فرقم 6 باستمرار يشير الى الانسان او يختص بالانسان. ومدن الملجأ دي معمولة للانسان. وكان في توزيع المدن الملجأ ان لازم بين كل صفين يبقى في مدينة، ثلاث مدن للملجأ شرق نهر الاردن وثلاث مدن للملجأ غرب نهر الاردن، متوزعة برضك على كل الاسباط. وربنا اتكلم على مدن الملجأ وقال ان اهميتها ان كل قاتل نفس سهوا ويجي الولي يطلب الدم بتاع قريبه، الولي يعني اللي هو قريب القتيل اقرب واحد للانسان اللي مات، يجي يطلب بدم قريبه. لو الانسان اللي قتل نفس سهوا دي هرب ودخل الى جوه مدن الملجأ يبقى ولي الدم ملوش حق ان هو ايه يقتله. لكن لو كان قاتل النفس عن عمد وعن عداوة، لا ده حتى لو دخل جوه مدن الملجأ ولي الدم ايه يموته. فربنا عمل مدن الملجأ دي لكل واحد قتل نفس سهوا غصب عنه، ما هوش قاصد، ما كانش فيه عداوة. لكن زي ما بيقول التعبير اللطيف في عدد 23، او حجرا مما يقتل به بلا رؤية. بلا رؤية يعني ايه بلا رؤية؟ يعني قتل وهو ايه مش شايف مش عارف، ما كانش قاصد. قاتل الناس سهوا ده ربنا دبر له خلاص، او ربنا دبر له نجاة انه يجري يهرب الى مدينة الملجأ القريبة منه، فيجد الشيوخ والقضاة اللي مجتمعين او الشيوخ البلد ده يجي يعترف يقول لهم انا قتلت نفس سهوا، يقولوا له خش المدينة وافضل في المدينة، ما يقدرش ولي الدم ان هو ايه يموتك. لكن لو خرجت من المدينة ممكن ولي الدم ايه يموتك. يعني كأن المدينة دي مدينة الملجأ سبب نجاة وسبب حياة ايه ليه. طب يفضل في مدينة الملجأ لحد امتى؟ لحد ما يموت الكاهن العظيم. فيقدر بعد موت الكاهن العظيم انه يرجع الى ارض ملكه مرة تانية، ويبقى خلاص حكم الموت اللي كان عليه سقط. لو نصحصح شوية للمعنى، المعنى جميل جدا. مين هو القاتل؟ هو انا وانت، كل واحد فينا. طب قتلنا مين؟ بنقتل نفسينا. ما هو كل واحد بيعمل خطية بيموت ايه نفسه، لان أجرة الخطية موت. ربنا اداك النفس دي وديعة، لكن انت بالخطية بتموت تلك النفس، وبتموتها بلا رؤية بلا فتن. انت مش قاصد تموت نفسك، لكن اللي بيحصل ان انت بتموت نفسك بالخطية اللي انت بتعملها. لان كل خطية انت بتعملها كأنك بتمسك حجر وبتضرب بيه نفسك، بتموت نفسك بيها. كل خطية تنشئ حالة موت. طب مين ولي النفس؟ مين صاحب النفس؟ المسيح. المسيح هو الولي. عشان كده في سفر ايوب، ايوب تملي كان يسمي ربنا الولي الحي بتاعه، يقول اعلم ان ولي حي. ولي صاحبي اللي مسؤول عني، اللي انا مسؤول منه، حي. حي يعني ايه؟ عايش. يقول كده برضك عن يهوذا واسرائيل، وليهم حي، رب الجنود اسمه في سفر ارميا. ربنا هو الولي بتاعنا، وهو اللي مفروض انه يحكم علينا.
انت قتلت النفس اللي انا اديتها لك، انت قتلت النفس اللي انا اديتها لك. لكن ربنا برضك من ضمن حلاوته، برغم ان هو اللي بيطالبني بثمن النفس اللي انا قتلتها، الا انه في نفس الوقت بيديني رجاء ان في حاجة اسمها ملجأ اهرب ايه ليه، ملجأ احتمي فيه، ملجأ استخبى فيه، طالما انا قتلت عن غير عمد، قتلت سهوا بلا رؤية. طب مين هو الملجأ ده اللي هستخبى فيه؟ مين هو الملجأ؟ كنيسة، الكاهن، ها، هو المسيح نفسه. عشان كده لما بقول له اخطأت اليك لكني التجأت ايه اليك، انت اللي هتطالب بثمن النفس اللي انا اهلكتها، لكن في نفس الوقت انا راجئ لك يا رب لانك انت الملجأ بتاعي. عشان كده لو تحبوا تعملوا بحث لطيف في سفر المزامير في فترة الصيف دي، طلعوا كلمة الملجأ من سفر المزامير، ذكر كلمة ملجأ من سفر المزامير، تبص تلاقوا معاني جميلة جدا. ان المرنم عايز يقول للربنا انت مدينة الملجأ بتاعي، يقول له كده يا رب كنت لنا ملجأ من دور الى دور، انت ملجأنا. يقول له الهنا قوتنا وملجأنا ومعيننا في شدائدنا التي اصابتنا. ده المزمور 90 اللي كلكم حافظينه، الساكن في عون العلي يقول ايه لطيفة قوي، يقول جعلت العلي ملجأك فلا تصيبك الايه الشرور. ايات كتيرة جدا هتلاقوها في سفر المزامير بتتكلم عن ربنا كأنه ملجأ. الملجأ ده مش بس ان الواحد يحتمي فيه، لا، ده الملجأ ده لينا فيه حياة، مش حاجة خايف منها وانا بستخبى جوه الملجأ، لا، ده لو ما دخلتش الملجأ ده يبقى ليا ايه موت. عشان كده كانت مدن الملجأ دي اشارة رائعة جدا الى شخص السيد المسيح. جعلت العلي ملجأك فلا تصيبك الشرور، إلهنا قوتنا وملجأنا. يقول له ملجأي القوي أنت، محتماي فيك. لو أخذتوا المزامير وقعدتوا تدوروا فيها عن كلمة الملجأ، يقدر يتكشف لينا قد إيه شخص المسيح ده ملجأ، مدينة ملجأ قوي جدا للإنسان، مدينة ملجأ قوية جدا. كل واحد فينا عليه حكم الموت او دينينة الموت، يجري ويستخبى في المسيح، يجري ويجد حياة في شخص المسيح. اللي اخذ ربنا ملجأ لي ومدينة ملجأ قوي، ملجأي القوي انت، الموت ما يكونش ليه سلطان عليه بالرغم من ان عليه حكم الموت. لكن ربنا قال لهم كده كل واحد هيموت نفس لكن سهوا بلا عداوة وبلا بغضة. ما هو فيش حد فينا بيبغض نفسه، ما فيش حد فينا عدو لنفسه، لكن كلنا بنموت نفوسنا بلا رؤية بلا فهم. بشوفوا المسيح كمدينة ملجأ وهو على الصليب، يقول آية الواحد يحتار فيها جدا، وهو على الصليب بس للناس اليهود اللي صلبوه والرومان، وقال ايه؟ يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. دول مش فاهمين، دول بيقتلوا بلا رؤية بلا فهم، بيقتلوا بلا رؤية بلا فهم. الكلمة دي ما كانتش لليهود، الكلمة دي كانت لكل البشرية. ربنا كمدينة ملجأ لينا بيقول كده، ان دول بيقتلوا سهو لا يدرون ماذا يفعلون، عشان كده انا الملجأ بتاعهم. كل اللي هيخش ويستخبى جوايا تكون له حياة، والولي يسيبه ما يطالبش بدمه. عشان كده بغلط في حق المسيح
والمسيح هو الولي بتاع الدم، لكن في نفس الوقت بلجأ الى المسيح لان هو الملجأ بتاعي. اخطأت اليك ولكني ايه؟ التجأت اليك. يقول لهم في عدد 6: والمدن التي تعطون اللاويين تكون 6 منها مدن للملجأ، تعطونها لكي يهرب اليها القاتل، وفوقها تعطون 42 مدينة. وكان لازم في مدن الملجأ دي لو ربطنا بسفر التثنية وبسفر الخروج ليها شروط معينة. اول حاجة ان مدن الملجأ دي قال لهم لما تيجوا تختاروها لازم تبقى واضحة وسهل الوصول اليها وقريبة، تبقى واضحة. وكان يحط عليها كده يفط ملجأ ملجأ ملجأ، ولازم يبقى الطريق ليها سهل، ولازم تبقى قريبة. وحتى في سفر التثنية يقول لها، يقول لهم لو كان في الطريق مية او برك او مستنقعات تبنوا جسور عليها علشان اللي بيهرب يهرب ويوصل بايه؟ بسرعة قبل ما الولي يمسكه. فالمدن دي مدن سهل الوصول اليها، قريبة واضحة، ما يدخش ويقعد يلف عليها ويسأل عليها. وكان يقول ان عرض الطريق ما يقلش عن 20 ذراع عشان يجري براحته. ومتعلم عليها او حاطين يافطة عليها انها مدن للملجأ. ده نفس اللي بيعمله المسيح. المسيح سهل الوصول اليه وقريب وواضح لكل نفس عايزة تحتمي فيه او تختبئ فيه، قريب جدا جدا من كل انسان، وسهل جدا الوصول اليه، وواضح ما يقعدش الانسان يلف ويدور. ان اللي عايز يجي يخش يختبئ في المسيح ويحتمي في المسيح سيجد الطريق سهل وواضح وقريب جدا منه. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني اسرائيل وقل لهم انكم عابرون الاردن الى ارض كنعان. انتوا هتعبروا الاردن الى كنعان. وكأن في ارض كنعان، ارض الموعد اللي فيها مدن الملجأ، لو الانسان دخل لمدينة الملجأ هيتمتع بحياته كاملا حتى لو اخطأ، لان في غفران. وكأن مدن الملجأ في ارض كنعان اشارة الى الحياة الدائمة. الواحد ياخد حياة بملئها بمعناها، مفيش حاجة تهدده، مفيش موت يهدده. فتعينون لانفسكم مدن تكون مدن ملجأ لكم ليهرب اليها القاتل الذي قتل نفسا سهوا. تعينون. ابني لنفسك ملجأ، عين في حياتك ملجأ تختبئ فيه وتلجأ اليه. ما هو المسيح ده موجود، لكن عايز اللي يجعل منه ملجأ ليه باستمرار. يقول له: جعلت العلي ملجأك فلا تصيبك الشرور. كل يوم يدعوه ويقول له: إلهنا ملجأنا وقوتنا ومعيننا، يا رب ملجأ لنا كنت دورا فدور. عين في حياتك ملجأ، ادي للمسيح فرصة. عملية التعيين دي هي الممارسات الروحية اللي انت بتعملها، زي ما كانوا بيحددوا خطوط لمدينة الملجأ، ايضا عين في كل يوم من حياتك خطوط للملجأ اللي بتهرب اليه. ما هو الصلاة دي استدعاء للمسيح الملجأ، القراية في الكتاب المقدس استدعاء للمسيح الملجأ، التناول اتحاد بالمسيح الملجأ. عين لنفسك، ابني لنفسك مدينة ملجأ عشان تحتمي فيها. فتكون لكم المدن ملجأ من الولي لكي لا يموت القاتل حتى يقف امام الجماعة للقضاء. خد بالك، صحيح المسيح ملجأ
وتهرب اليه وتستخبى، لكن لازم تقف امام الايه؟ القضاء. تقف امام القضاء تقول ايه؟ تعترف بانك قتلت. مش العملية كده يعني تقتل وتجري تستخبى وخلاص. هتستخبى، لكن مش هيدخلوك المدينة اللي هتستخبى فيها الا لما تعترف انك ايه؟ اخطأ. واحد مش عايز يعترف انه اخطأ مش هيقدر يخش. واحد مش عايز يعترف انه اخطأ في حق الولي وانه قتل النفس البشرية اللي ربنا ادهاله بالخطية، لا يمكن يتمتع بحماية الملجأ. واحد يقول انا ما بعملش حاجة، انا احسن من غيري، خلاص خليك احسن من غيرك. لكن واحد يشعر بخطيئته، اخطأت اليك ولكني التجأت اليك، يقف قدام القضاء. والمدن التي تعطونا تكون ست مدن ملجأ لكم، ثلاث من المدن في عبر الاردن وثلاث من المدن في ارض كنعان في شرق وغرب نهر الاردن. مدن الملجأ تكون لكم. لكن برضك العملية مستيبة يعني. قال ان مدن الملجأ دي للنفس التي تقتل ايه؟ سهوا فقط. ما هو ممكن واحد يقتل واحد نتيجة عداوة وبغضة وهو قاصد يقتله ويقول لك اجري اهرب فين؟ في مدن الملجأ، وما عنديش مانع ان انا اعترف واقول ان انا ايه؟ قتلته، زي ما احنا بنعمل يعني. بنعمل الخطية وقاصدين الخطية وما عنديش مانع ان انا اعترف بيها. لا، خد بالك ان مدن الملجأ للنفس التي لا التي تقتل سهوا وليس ايه؟ عمدا. قال اذا ضربوا بأداة حديد ومات فهو قاتل، او ضربوا بحجارة والقاتل يقتل. القاتل يقتل. اللي قاتل عن عمد لازم يموت. يقول ولي الدم في عدد 19، ولي الدم يقتل القاتل حين يصادفه يقتله. ولي الدم هو ليه الحق ان هو ايه؟ يموته. بس خدوا بالكم برضك عن احكام السيبة كده يقتله، لا ده ما يقدرش يقتله الا بعد ما يصدر حكم الايه؟ القضاء. يعني لازم الاول الشيوخ المجمع يقول ان ده قاتل عن، يبقى من حق ولي الدم ان هو ايه؟ يقتله. او ان ده قاتل عن غير عن، يبقى يخش في مدينة الملجأ والولي ما يقدرش يقرب منه. يقول كده بقى ان دفعه ببغضة او القى عليه شيء بتعمد فمات، او ضربه بيده بعداوة فمات، فانه يقتل الضارب لانه قاتل. ولي الدم يقتل القاتل حين يصادفه، ولكن ان دفعه بغتة بلا عداوة او القى عليه اداة ما بلا تعمد او حجر ما مما يقتل بلا رؤية اسقطه عليه فمات وهو ليس عدو له ولا طالبا اذيته، تقضي الجماعة. يبقى هنا لازم حكم الايه؟ الجماعة بين القاتل وبين ولي الدم. مين بقى الجماعة اللي هتقضي بين القاتل وولي الدم؟ اذا كان القاتل هو انا وولي الدم هو المسيح، مين الجماعة اللي هتقضي بيني وبين المسيح؟ كنيسة. الكنيسة هي اللي هتقضي. ما تحلونه على الارض يكون محلولا في السماء، وما تربطونه على الارض يكون مربوطا فين؟ في السماء. كنيسة ما تقدرش تعمل حاجة غير انها تقول. لكن السبب النجاة في مدن الملجأ نفسها مش في القضاء. سبب نجاة هذا الانسان مش في القاضي. القاضي ما يحكمش الا بحسب العدل، حسب القوانين اللي عنده. لكن سبب نجاة هذا القاتل مدينة الملجأ ايه؟ ذاتها. المسيح ايه؟ ذاته. تقضي الجماعة بين القاتل وبين ولي الدم حسب هذه الاحكام زي ما ربنا وضع لهم.
عشان ما تكونش مدن الملجأ وسيلة للاستهزاء بالحياة او تبقى وسيلة لتهاوننا بالخطية وان احنا نعيش في الخطية او لينا مدينة ملجأ. لازم في اعتراف، لازم في ان ما يكونش عم. وتنقذ الجماعة القاتل من يد ولي الدم. لا خلاص خارج الكنيسة، الكنيسة تقدم انقاذ، لان الكنيسة هي مدينة الملك العظيم. وترده الجماعة الى مدينة ملجأه التي هرب اليها، فيقيم هناك الى موت الكاهن العظيم الذي مسح بالدهن المقدس. ولكن ان خرج القاتل من حدود مدينة ملجأه التي هرب اليها ووجده ولي الدم خارج حدود مدينة ملجأه وقتل ولي الدم القاتل، فليس له دم، لانه في مدينة ملجأه يقيم الى موت الكاهن العظيم. واما بعد موت الكاهن العظيم فيرجع القاتل الى ارض ملكه. الايات دي خطيرة جدا في معناها، لانها فيها رمز لشخص السيد المسيح. هو بيقول اول نقطة انه يقيم في مدينة الملجأ لحد ما يموت الكاهن العظيم، وبعد كده يرجع لارض ملكه ويتمتع بحقوقه ويعيش زي ما عايز يعيش. لكن طول ما الكاهن العظيم عايش لازم يفضل جوه المدينة، وكأن الكاهن العظيم هو اللي بيعطي حماية لمين؟ للقاتل. لكن لو خرج هذا القاتل من المدينة والكاهن لسه ما ماتش، يحصل ايه؟ ولي الدم يجيبه ويموته وخلاص ويهلك. كأن الكاهن العظيم ده اول حاجة في موته يعطي حياة وحرية للقاتل. اول ما يموت الكاهن العظيم يبقى من حق الانسان القاتل انه يرجع لملكه ويعيش في حريته ويتمتع بحياته ومحدش ليه عنده حاجة. في موت الكاهن العظيم يعطي نجاة ويعطي حياة ويعطي حرية. وهو ده اللي عمله المسيح. في موته اعطى نجاة، اعطى حياة، اعطى حرية لكل واحد فينا. وكأن مدن الملجأ اللي قاعد فيها الانسان ده سجن كبير، سجن كبير للانسان الايه؟ القاتل. مش قادر يتمتع بملكه وبارضه وبحريته، لكن محبوس جوه المدينة بمدينة الايه؟ الملجأ. لكن بالرغم من سجنه الا عنده رجاء في انه حينال حريته في موت القائد، في موت الكاهن الايه؟ العظيم. خدوا بالكم من المعنى اللطيف ده. قد يشعر الانسان القاتل وهو في مدينة الملجأ انه مسجون، ان في قيود عليه، لكن اللي بيعزيه باستمرار وبيفرحه انه لسه عايش وانه عنده رجاء انه هيتمتع بحياته وبحريته في موت الكاهن الايه؟ العظيم. مين لقط المعنى بقى؟ قد نشعر في بعض الاحيان ان احنا مسجونين، مسجونين في وصايا، مسجونين في ممارسات، صلي ونصوم نعمل اللي على مزاجنا. يا حبيبي افهم صح، ان الملجأ والسور بتاع مدينة الملجأ اللي حواليك ده لحمايتك، مش علشان يحد حريتك، ان ليك رجاء في موت الكاهن العظيم. ان كنا نتمتع ببعض الحرية او ببعض المجد الان، لكن هذا المجد سيكمل وسيتم عندما نستفيد بموت الكاهن العظيم. لو الرجل قعد له سنة سنتين قال لك ده باينه هيطول، مش ناوي يموت بسرعة، ليه؟ خرج برا المدينة خلاص، فقد الحماية بتاعته،
في وقت من الاوقات نقول يعني احنا امتى هنتمتع بالمجد؟ زهقنا، خرجت بره المدينة الملجأ، خرجت بره المسيح. ولي الدم يجيبك، ولي الدم يجيبك على طول. عشان كده ما تخرجش عن نطاق كفارة وعن نطاق شفاعة وعن نطاق حماية ذلك الكاهن العظيم. ابني لنفسك مدينة ملجأ، قل له يا رب كنت لنا ملجأ من دور الى دور، عشان تسمع الوعد، جعلت العلي ملجأك فلا تصيبك الشرور. اتمتع بحماية ربنا واتمتع داخل ابواب تلك المدينة على رجاء الحرية وعلى رجاء المجد وعلى رجاء الحياة. كل من دخل داخل ابواب تلك المدينة، مدينة الملجأ، سيجد نجاة، سيجد غفران، سيجد خلاص. لكن اللي قال زهق مصيره بيبقى صعب جدا. على رأي بولس الرسول لما بيتكلم عن نفسه انه ازاي كان قبل كده قاتل، وبعدين يقول لاني رحمت لاني فعلت هذا بجهل. ربنا رحمني لاني فعلت هذا بايه؟ بجهل. احنا في غباوتنا وفي جهلنا وفي عدم رؤيتنا بنموت انفسنا، لكن مع هذا في رجاء حلو قوي لكل واحد فينا يجري ويستخبى، يجري ويستخبى من ولي الدم اللي هو المسيح اللي بيطالب بحقه في المسيح اللي هو ملجأنا وحصننا. فيكون هذه لكم فريضة حكم الى اجيالكم في جميع مساكنكم، كل من قتل نفسا فعلى فم شهود يقتل القاتل، وشاهد واحد لا يشهد على نفس للموت. يعني بيقول لهم لازم يبقى فيه اكتر من ايه؟ من شاهد. لا تأخذوا فدية عن نفس القاتل المذنب للموت بل انه يقتل. يعني اللي قتل عن عبد جاي يقول انا ادفع فدية، ادفع ثمن اللي قتلته، ما تاخدوش. ليه؟ لان ما حدش يقدر يدفع ثمن النفس البشرية. عشان كده ربنا هو اللي قدر قيمتي وقيمتك، قيمة كل نفس فينا. ربنا اللي قدر قيمتنا صح، سواء كنت انا قاتل وعلي حكم الموت، طيب انت ليك قيمة بس تهرب لمدن الملجأ، او ان كنت انا مقتول فربنا مش هيسيب حقك. دم اخيك صارخا الي من الايه؟ من الارض. القتل مش بس السكينة والذبح، لكن احنا اتكلمنا عن وصية لا تقتل كتير بكل معناها، القتل المعنوي والقتل المادي والقتل النفسي والقتل الروحي. لا تأخذوا فدية عن نفس القاتل المذنب للموت بل انه يقتل، ولا تأخذوا فدية ليهرب الى مدينة ملجأه فيرجع ويسكن في الارض بعد موت الكاهن. يعني حتى لو قال لكم ادفع بس هربوني، لا برضك. لا تدنسوا الارض التي انتم فيها لان الدم يدنس الارض، وعن الارض لا يكفر لاجل الدم الذي سفك فيها الا بدم سافكه، من قتل يقتل. لا تنجسوا الارض التي انتم مقيمون فيها التي انا ساكن في وسطها، التي انا الرب ساكن في وسط بني اسرائيل. حلو التعبير قوي ده. كانت عظمة ارض الموعد مش في الموقع بتاعها ولا في امتدادها ولا في اتساعها، لكن عظمة ارض الموعد في ان ربنا كان ساكن في وسط ايه؟ شعبه. ربنا بيقول لك ما تدنس حياتك اللي انا موجود فيها، اللي انا ساكن فيها، ما تسقطش سكناي في ارض حياتك، ما تفقدنيش، ما تخلينيش اغادر المكان اللي فينا. ارى سفر حزقيال في النبوات بتاعته، حزقيال شاف كده ان ربنا بمجده بيغادر المدينة، بيغادر مدينة اورشليم، سابها ما بقاش يسكن فيها.
وكانت خراب أورشليم وهلاك أورشليم. عشان كده ربنا بيقول لك أنا ساكن في أرض حياتك، ما تدنسهاش، اتمتع بسكناي في حياتك، اتمتع بإني ملجأ ليك. خذ الفرصة الذهبية واستغل الفرصة واحتمي فيا. تخيلوا لو القاتل عنته ده وقال أصلا النهاردة ملياش نفس أجري شوية، أو يعني تعبان، أو يعني طب نشوف يمكن محدش ياخد باله، وقعد تلكأ ومرضيش يهرب ويخش بسرعة إلى المدينة، هتروح منه الإيه؟ الفرصة. عشان كده الحياة الروحية هي فرص، إما إنسان بياخدها ويستفيد بيها وبيعيشها، وإما الإنسان بتحسب عليه هذه الفرص اللي ضيعها وما استفادش منها.